كلا كلا للعملاء. تجمهر الناس هنا اليوم حول مكتب السيد الشهيد الصدر معترضين وشاجبين ومستنكرين ما يحصل في مدينة النجف وشاجبين قرارات الحكومة العراقية الجائرة العميلة التي ثبتت عمالتها بدرجة 100%. المتظاهرين انطلقوا من مكتب الشهيد الصدر باتجاه المحافظة يطالبون بتخفيف الضغط على مدينة النجف الأشرف، ونحن كقيادة الشرطة نؤمن حماية كاملة بالشرطة وإسناد الشرطة واستخبارات الشرطة الآن منتشرة في كل مكان. عاش 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 الصدر علاوي.